السلام عليكم، صحة رمضانكم، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. كما راكم تشوفوا هنايا انا دايرين طابلة الافطار، يجوا الجالية الجزائرية هنايا ياكلوا، حتى الجزائرية، حتى التونسية والمغاربية كلهم يجوا هنايا. مرحبا بهم على كل حال. كتشوفوا الحمد لله كل شيء كاين شلاضة، هايليك كاين، هايليك شطيطحة هنايا، تكتوكا، شريبة اللي هي واجدة، كاين بوراك، كاين سيجار، كاين كل شيء، الحاجة اللي كاين في الجزائر موجودة هنايا. بون ماشي كيما الجزائر على كل حال، بصح الحمد لله يعني موجود كل شيء. واش نقول لكم، نشكر قناة البلاد على هذه المبادرة، وان شاء الله ما تكونش غير هي، ان شاء الله وما تكونش هي الاولى والاخرى، ان شاء الله يعني يعموش هذه المبادرات ويوروا الجاليه الجزائريه كيفاش راهي عايشه في الخارج، وحتى احنا نلحقوا صوتنا ان شاء الله للبلاد، وان شاء الله نلحقوا صوتنا للجزائر. مع هذا يعني نقول صحه رمضانكم لافامي تاعي ولاد حومتي قاعدين، نقول لهم صحه رمضانكم وصحه عيدكم، وان شاء الله كل عام وانتم بخير ان شاء الله ويعطيكم الصحه. السلام عليكم، احنا رانا في بريطانيا، نقول لكم صحه رمضانكم وصحه فطوركم، وسلم على والديا كامل في الجزائر في ألجي، والتحيه كاع المسلمين في العالم. السلام عليكم. السلام عليكم، ازول فلاور، مساء الخير عليكم، بونسوار تو لو موند، جود ايفنينغ ايفري وان. معكم رحيم من لندن، من رستوميه كافي ريستورون، ويست لندن اكزاكتومون، شيفرز بوش، جولد هوك رود سيتويتد. Quand vous voyez restaurant à Shepherd's Bush, الناس الجالية الجزائرية تجي تفطر لهنايا، الحمد لله ما يخصنا والو، كاين شربة، كاين دورما، كاين حتى الحميس، لي سالاد، لي زوردوف، البن، التمر. نحب نحيي ناس جنان بروك سيتي، ونحيي على المبادرة اللي مدايرينها، وكمان نشكر قناة البلاد اللي راح تفكر الجاليه الجزائريه، وان شاء الله ما تكونش غير اول مره، وحنا ان شاء الله نديروا كل هذا هو البرانسيب تاعنا، البرانسيب تاعنا حنايا باش البرانسيب تاعنا حنا باش نتلاقاو ونديروا لمه جزائريه، ونديروا ماكولات جزائريه، ما نخلوهاش نشاو حوايج اي حاجه. حنا اليوم درنا الدورما تاع الكرومبيت، درنا السفيريه، درنا الدجاج، درنا من كل نوع، اي حاجه فكره نشوفوها ولا نحبوا نديروها. بالمناسبه نقول لكم باللي حنايا التيريين من صغرنا، وحنا عندنا المقانن هنايا، هذا المقلين عنده مده، هو عندي مقلين انجليزي، كما نجيش نخدم انا ما نجيبوش معايا، ما نقدرش نخدم، ويا المقلين الزين يا صفر الجنحين يا احمر الخدين، هذه هي فادح ما خلنا عليها هايلي. اليوم كما قلنا البريك، عندنا البريك، عندنا اليوم ان شاء الله درنا لهم طاجين زيتون، هذا طاجين زيتون اليوم درنا لهم طاجين زيتون كما كل يوم نعاودوا لهم واش كاين في المانيو، واش تراو واش نديروا، تراو واش
نديرو هاي شربه فريك، شربه فريك، شربه فريك درنا لهم بالحميصه واللحم. هاي ليك درنا لهم شربه فريك كيما كل عاد كل دايم. عندنا شربه فريك وعندنا شلاضه وعندنا حميص وعندنا بوراك نمدوه لهم. عندنا بوراك حميص شلاضه نطيبوا لهم الخبز. حميص حنا نديروه حنا نخدموه طرشي لوبرجين حرور ندير لها شويه زيتون من الفوقه وزيت قبايل تاع الجزائر سبيسيال جات من الجزائر. اليوم كما قلنا عندنا شوربه عندنا طاجين الزيتون هاوليك الدجاج نطيبوا الخبز. هذا المطعم كل عام وانتم بخير. صحة افطاركم، صحة رمضانكم وصحة عيدكم. السلام عليكم.